لقد تمكنت الهيئة في خلال أقل من شهر من إعادة تنظيم انتخابات، وتداركت بشكل كبير جملة من النقائص التي نتعلمونها جميعا، واستطعنا إلى إذن أن ننظم انتخابات بأكثر سهولة، بأكثر يسر، بأكثر نظام. هذا كله إذن شيء جيد في تراكم الخبرة الانتخابية وفي تكريس ثقافة انتخابية في حل النزاعات وفي حل في القبول خاصة بالنتائج. أود كذلك أن أشكر قبل أن نبدأ في عملية إعلان النتائج عن التطابق الذي وقع اليوم بين النتائج العد اليدوي ونتائج العد الآلي. التطبيق اللي قامت الفرق متاع الوحدة الإعلامية إذن لتطويرها سمحت إذن اليوم بالقول بأن لدينا تطبيق متقدمة بهذا العمل والجمع على مستوى يدوي وآلي. إذن وصلنا إلى درجة كبيرة من هذا، ونجم بعد خاصة كما قلت إذا بنيت الثقة فإن هذا كل سييسر بشكل كبير عملية عد النتائج، عملية التصريح بالنتائج في أجال معقولة ومعقولة جدا. المجموع العام للأوراق المستخرجة من الصندوق 3,339,671. بالنسبة إذن النتائج التي تحصل عليها المترشحون، سيد محمد باجي قايد سبسي تحصل على 1,289,384 صوت بما يقابل نسبة 39.46%. السيد محمد المنصف المرزوقي تحصل على 1,092,418 صوتا بنسبة تعادل 33.43 صوت. السيد حمل همامي تحصل على 255,529 صوتا بنسبة 7.82%. السيد محمد هاشمي حامدي تحصل على 187,923 صوت بنسبة 5.75%. السيد سليم الرياحي تحصل على 181,407 صوتا بنسبة 5.55%. السيد كمال مرجان تحصل على 41,614 صوتا بنسبة 1.27%. السيد أحمد نجيب الشابي تحصل على 34,025 صوت بنسبة 1.04%. السيد أحمد الصافي سعيد تحصل على 26,073 صوت بنسبة 0.80%. السيد محمد المنذر الزنايدي تحصل على 24,160 صوت بنسبة 0.74%. السيد مصطفى بن جعفر تحصل على 21,989 صوتا بنسبة 0.67%. السيدة كلثوم كلو تحصلت على 18,287 صوت بنسبة 0.56%. السيد محمد الفريخة تحصل على 17,506 صوت بنسبة 0.54%. السيد عبد الرزاق الكيلاني تحصل على 10,077 صوت بنسبة 0.31%. السيد مصطفى كمال النابلي تحصل على 6,723 صوت بنسبة 0.21%. السيد عبد القادر اللباوي تحصل على 6,486 صوت بنسبة 0.20%. السيد العربي نصر تحصل على 6,426 صوت بنسبة 0.20%. السيد حمودة بن سلامة تحصل على 5,737 صوت بنسبة 0.18%. السيد محمد الحامدي تحصل على 5,593 صوت بنسبة 0.17%. السيد محرز بوصيان تحصل على 5,377 صوت بنسبة 0.16%. السيد سالم شايبي تحصل على 5,245 صوت بنسبة 0.16%. السيد سمير العبدلي تحصل على 5,054 صوت بنسبة 0.15%. السيد علي شورابي
فحصل على 4699 صوت بنسبة 0.14%. السيد المختار الماجدي فحصل على 4286 صوت بنسبة 0.13%. السيد عبد الرؤوف القيادي فحصل على 3551 صوت بنسبة 0.11%. السيد ياسين الشنوفي تحصل على 3118 صوت بنسبة 0.10%. السيد عبد الرحيم الزويلي تحصل على 2701 صوت بنسبة 0.08%. السيد نور الدين حشاد تحصل على 2181 صوت بنسبة 0.07%. مجموع الأصوات المتحصل عليه من المترشحين هي 3,267,569.